على مدار عامين متتاليين حاولت هذه السيدة الفلسطينية دق أبواب المحاكم الشرعية في مدينة نابلس بحثاً عن خلاص قانوني لها من خطيبها بعد عقد قرانها عليه لعام كامل. السيدة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها قالت بأنها رفعت قضايا مختلفة ضد خطيبها بهدف الطلاق منه، وكما تقول أن الأخير حاول ابتزازها مادياً مقابل منحها الطلاق. وأخيراً رفعت السيدة مطلع الشهر الجاري دعوى قضائية لخلع خطيبها. بعد معاناة سنتين وكنا بانتظار هذا القرار من زمان، دخلت المحكمة ورفعت قضية خلع، وحالياً هي بقسم الإرشاد وضمن الدراسة، وبعديها في حال ما توصلنا للي هو الاتفاق الرضائي، الخلع الرضائي، ساعتها رح يقرها القاضي إنه قضية خلع سارية المفعول. الخلع القضائي هو استثناء الأصل، بمعنى أنه لا يتم اللجوء إليه إلا عندما تفشل مساعي الاتفاق على الخلع الرضائي بين الزوج والزوجة. قضية هذه السيدة تشبه نحو 1000 قضية مقدمة لمحاكم الضفة الغربية وعالقة منذ بداية العام الجاري. كل تلك القضايا لنساء حاولن الحصول على الطلاق قبل الدخول والخلوة الشرعية مع خطابهن. وقد دفعت هذه الحالات مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني إلى بدء العمل بقانون الخلع القضائي مطلع شهر أيلول سبتمبر الجاري، علما بأن مفهوم الخلع بتراضي الطرفين كان يطبق داخل المحاكم الفلسطينية تحت مسمى الطلاق مقابل الإبراء العام. هذا القانون فيه إنصاف للمرأة الفلسطينية وفيه المماثلة في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى، حيث أن الشريعة الإسلامية أعطت الطلاق للرجل وإذا طلق يدفع، بالمضافة من باب المماثلة للحقوق والواجبات أعطى الصلاحية للمرأة أن تفتدي وتخلع زوجها مقابل تعيد له الأموال المطلوبة منها حسب ما ورد بالشريعة الإسلامية. القانون الجديد منح كذلك للقضاة السلطة التقديرية للحكم في أكثر القضايا تعقيداً للحصول على الطلاق والمعروفة باسم قضايا النزاع والشقاق. أما قانون الخلع والذي لا يشمل النساء المتزوجات زواجاً كاملاً وصفه البعض بأنه ليس كافٍ. بكل تأكيد هو غير كافي، نتحدث عن كثير من التفصيليات والجزئيات في هذا الجانب، يعني إذا كانت فعلا الزوجة لا تستطيع الإقامة مع هذا الزوج، كيف سينظر القاضي لهذه المسألة؟ هنا سنكون أمام سلطة تقديرية للقاضي. ومع مرور الوقت قد تتضح بشكل جلي نتائج قرار الخلع القضائي في الشارع الفلسطيني، والذي تراوحت الآراء فيه بين مؤيد لقانون يسعى للمساواة بين الرجل والمرأة ومتخوف من استغلال هكذا قانون لأهداف كيدية. يقول البعض أن تعميم قانون الخلع القضائي أقر بوجود ظلم بحقوق النساء من خلال القوانين المطبقة داخل المحاكم الشرعية الفلسطينية، والتي تحتاج بحسب أهل القانون لصياغة قانون عصري للأحوال الشخصية يحقق مبادئ العدالة والمساواة لكافة أفراد الأسرة الفلسطينية. من مدينة نابلس، إيمان عرقات، بي بي سي.